من بعد الموقف اللي عملته مصر في الفترة الأخيرة من مساندة لأشقائنا الفلسطينيين، لقينا أغلب دول أوروبا بدأت تجر ناعم مع مصر، لدرجة إن الاتحاد الأوروبي بجلالة قدره قرر يبعت هدية لمصر بمليارات الدولارات ضمن خطط الاتحاد لتعميق علاقته مع الحكومة في ملفات مهمة. السؤال الأهم بقى، إيه هي المشروعات اللي هيمولها الاتحاد في مصر؟ وإزاي الحكومة هتستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي للخروج من الأزمة الاقتصادية؟ ويا ترى إيه هي الهدية اللي بمليارات الدولارات؟ وإيه علاقة ده كله بحرب فلسطين؟ بص يا سيدي، خلينا نبتدي القصة من أولها علشان تبقى عارف الصورة بتقول إيه. من بعد أحداث 7 أكتوبر والعالم كله كان بيتفرج على مين الدولة العربية اللي هتقف بشكل كبير مع اللي بيحصل في فلسطين، وطبعاً لقوا إن مصر أكتر دولة عملت كده، وكانت هي رمانة الميزان ووسيط شريف في كل المفاوضات اللي بتتم بين إسرائيل والفصائل. ومن ساعتها والكل أدرك أهمية الدور اللي بتلعبه مصر في حفظ الأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط. وعلشان كده هتلاحظ إن الموقف الغربي والأوروبي تجاه مصر اتغير تماماً، خصوصاً في الأمور الاقتصادية، وبدأنا نسمع عن خطط وبرامج تمويل هيتم تخصيصها للحكومة المصرية، وكان أهمها طبعاً قرار الاتحاد الأوروبي بمنح مصر 8 مليار دولار من باب مساعدة الحكومة على حل أزمة الفجوة التمويلية والديون المتراكمة على مصر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بعدها العدوان على القطاع. وفي الكام ساعة اللي فاتوا لقينا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر بيكشف الخطوط العريضة لبرنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق التمويلي بـ 7.4 مليار يورو، يعني حوالي 8 مليار دولار. يجي السؤال المهم، الـ 8 مليار دولار دول مصر هتعمل بيهم إيه؟ بص يا عزيزي، على حسب كلام سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حالياً الاتحاد بيدرس احتياجات مصر والمشروعات المشتركة في المجالات الاستثمارية الواعدة، بس في مؤشرات بتقول إن الاتحاد بعت الهدية دي لمصر علشان يدعم دور القطاع الخاص والشركات الخاصة والتعاون مع الحكومة المصرية في ملفات مهمة منها الطاقة والهجرة الغير شرعية، وكمان المشروعات البيئية والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات اللي بتمثل فرص استثمارية ضخمة للشركات الأوروبية في مصر. مش بس كده، ده في زيادة فرصة تصدير الكهرباء لأوروبا وكمان دعم القطاع الخاص المصري. ولأن مصر بتعتبر ركيزة إقليمية مهمة وشغالة بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملفات الهجرة الغير شرعية، بيولي الاتحاد مصر أهمية كبيرة جدا في الجزء ده. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن التمويل اللي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي ومصر جاري التحضير ليه من فترة طويلة وملوش علاقة باللي بيحصل في فلسطين، لكن الدعم نابع من إيمان الاتحاد الأوروبي بأن مصر دولة مهمة جداً، ومن أهم أسباب أهميتها قناة السويس وأسباب تانية منها أن مصر دولة مستقرة في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة كمان أن أوروبا شريك استراتيجي لمصر والمستثمر الرئيسي فيها بجانب التفاهم الاستراتيجي المشترك بين الجانبين. وبس يا سيدي، هي دي الحكاية، وما تنسوش تتابعونا علشان يوصل لكم مننا كل جديد من أخبار المشاهير.